كشك الفتوى بمحطة الشهداء، خدمة جديدة مجانية من الأزهر الشريف، مكونة من عدد من الواعظين بيجاوبوا على تساؤلات الجمهور في القضايا المختلفة. قرأت الفتوى بتاعتي لفضيلة الشيخ، هل الفلوس اللي بتتحط في البنك او البوسطه حرام ام حلال؟ حاجه كان عنده سؤال في الفتوى، فقلت له تعالى ننزل محطه الشهداء عشان خاطر نسال. يعني كنت بسالهم على الحلفين، عن حلفت بالله على حاجه معينه ورجعت فيها تاني، فاعمل ايه؟ فقال لي كفاره اطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام. انا جيت الاول خدوا البطاقه وخدوا الاسم وخدوا رقم التليفون، وقال لي عايز تسال في ايه، كل سؤال سالته جاوبني عليه باستفاضه. يساعد يعني بيدلك على الطريق الصح. بدا الموضوع بان كان في كلمه وعظيه من الوعظ من الازهر يجي كل يوم يلقي كلمه من داخل اذاعه بتاعت المترو، يعني يسمع جميع محطات المترو في الارض. ثم بعد ذلك بدا فضيل مع الدكتور محي الدين في ان يكون في مقرات لجنه ومكاتب لجنه فتوى موجوده في المترو، وبالفعل تم الموضوع دوت، وابتدانا من تكمل الابتداء من يوم الاحد اللي قبل الماضي. بنختار الواعظ المتميز في أداء الفتوى، وطبعا بنعد له دورات تدريبية. أتت هذه الكتب أو الكتيبات يعني تقدر تسميها من الأزهر الشريف، هو متبرع للجمهور كمجلة الأزهر، تصحيح المفاهيم، عثمان بن عفان. في إقبال شديد جدا على لجان الفتوى وبالأخص اللجنة هنا بسبب الكثافة المنتشرة في المحطة، والحمد لله يعني معظم الناس في يعني تقبل لكل ما يزوروا الأزهر، لأن الأزهر له مكانة في قلوب الناس، ومعظم الفتاوى الآن تدور ما بين أحكام الأسرة وبين أحكام الطلاق وأحكام المواريث وغيرها من الأحكام. خطوة جديدة يواجه من خلالها الأزهر الفكر المتطرف بنشر الأحكام الوسطية بين الجمهور، الذي يتمنى أن تنتشر اللجان في جميع الكرة والمحافظات. آية إيهاب، هنا العاصمة.